استقبلت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب سعادة السفير أندا فيليب مديرة الشؤون البرلمانات الأعضاء والعلاقات الخارجية في الاتحاد البرلماني الدولي. نعم، تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير ودعم العلاقات البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب والاتحاد والوقوف على آخر تطورات واستعدادات مملكة البحرين لاستضافة فعالية الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والمقرر انعقادها في مارس 2023. أكدت معالي رئيسة مجلس النواب حرص السلطة التشريعية على تعميق الشراكة والتعاون مع المؤسسات البرلمانية الدولية، مشيرة إلى أن رغبة مملكة البحرين في استضافة أكبر تجمع برلماني عالمي تتسق مع ما تشهده من بنية مؤسسية متطورة ونهضة ديمقراطية متنامية وتجربة ممتدة، كما أنها تعكس دور البحرين كجزء مؤثر في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات والسعي لتحقيق التطلعات المشتركة في مجال التنمية المستدامة. أضافت معاليها أن هذه الخطوة ستتيح لممثلي برلمانات دول العالم التعرف على منجزات المسيرة التنموية الشاملة للبحرين بقيادة جلالة الملك المفدى. من جانبها، أشادت مديرة شؤون البرلمانات الأعضاء والعلاقات الخارجية في الاتحاد البرلماني الدولي بما حققته مملكة البحرين من تقدم في مختلف المجالات، ومؤكدة أن المملكة أضحت نموذجا في المنطقة والعالم في ثقافة التسامح والتعايش السلمي وتمكين المرأة والنهوض بحقوق الإنسان، ومشيرة إلى أن تتبع السجل الحافل للبحرين في استضافة الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الدولية يجعلها مؤهلة دائما لتكون مركزا للتجمعات البرلمانية.